بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندي تكريم الطالب المتفوق محمد قطان، ختم كتاب القراءة العربية السليمة الجزء الرشيدي بتقدير ممتاز. الطالب محمد قطان وافق بين مدرسته التركية وأيضا بين اللغة العربية. شو سبحان الله، الأهل قد مهتمين للغة العربية أيضا. الآن شهادة الطالب محمد قطان وهديته، ونقول له جميعا أحسنتم، بارك الله فيكم يا أطفال.